هلا خلينا نروح على معرض جايتكس. وخلال هذا المعرض اعلنت اي اند انها حققت افضل واعلى سرعه تنزيل باستخدام شبكه الجيل الخامس في العالم، بلغت اكثر من 13 جيجا بايت في الثانية الواحدة. ما أعرف كيف يعني هاي السرعة ممكن تكون أبغي أجربها، ولكن هذا الشيء مو بعيد علينا في دبي. إذن العلامة الفارقة في خدمات الجيل الخامس اللي تقدمها اتصالات من إي آند، وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميا. نتابع. تحية لكم مجددا من جايتكس، وتحديدا من منصة اتصالات إي آند، وعلامة فارقة تسجلها اتصالات رقم قياسي خلال معرض جايتكس بخدمات الـ5G. تعرفنا عليه فاطمة. فاطمة كيف الحال؟ تزفون لنا خبر على مستوى عالمي، ماذا لديك؟ اتصالات دائما تعمل على توفير أحدث وأسرع خدمة موبايل لعملائها في الشرق الأوسط. هنا نتمكن من رؤية بلوغ أعلى سرعة في العالم في بيئة المختبر تصل إلى 13 جيجا بيتس بير سكند. هذا وصول هذه السرعة سيمكن الكثير من التطبيقات التي تخدم العملاء والشركات على في كل المجالات. شكرا لكم. يعني اعتماد الخدمات الجيل الخامس على أنها يعني معالجة كمية كبيرة من المعلومات في نفس الوقت، مجموعة كبيرة من التطبيقات، يعني ممكن نتكلم على تطبيقات مثل الصحة، التعليم، أعطينا الترفيه والصناعة، العمليات التي تعمل في نفس الوقت على معالجة البيانات. ونحن أيضا محظوظون في الإعلام لأننا نحتاج إلى هذه التقنيات لتسهيل عملنا ونقل الصورة إليكم مباشرة من هنا من جايتكس. نعود إليكم مجددا زملائي بعد هذا الخبر.